السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. وحشتوني كتير بصراحة، واعتذر إن الفترة دي بس عندي ضغط شغل عشان كده بس متأخر في موضوع البثوث والفيديوهات، بس إن شاء الله فترة قريبة يعني ممكن أسبوع أو أسبوعين وبرجع إن أنا أفتح بس بشكل يومي أو شبه يومي يعني. وبرضو نفس الشيء الفيديوهات يعني ممكن كل يومين أو 3 أيام بنزل فيديو، بس فترة مؤقتة إن شاء الله وبرجع أفضل من الأول كتير إن شاء الله. تمام. طيب، بالنسبة لبعض الشباب كنت شفت أكتر من تعليق بيسألوا على بعض الشغلات بالمترو، بس عايز أوضحها سريع، وحتى كمان الناس اللي بتلعب مترو بقالها فترة والناس الجديدة، في ناس كتير محتاجة اللي أنا هقوله دلوقتي. تمام. أول حاجة، في واحد صرعنا على موضوع اللانشر او اتنين كمان. تمام. موضوع اللانشر، اي سلاح M4 M7. تمام. ما عندي M4 M7 هنا، وين M4؟ ايوة، اي سلاح M4 M7 MK47. اوكي. تمام. بتكبس عليه كده، بتختار شراء ملحق مقبض امامي، دي قطعة اللانشر. تمام. تشتريها، تجهيز كده موجود على السلاح، اي موجود على السلاح. اي تمام. بتشتري له ايه بقى؟ عندك هنا في عناصر قابلة للشراء قنبلة، دي قطعة القنبلة تبعت اللانشر. بتشوف انت بتنزل بكم كم كم قطعة يعني، بس كده يضرب معك لانشر. تمام. يتبدلوا على اللانشر، يضرب معك لانشر بالجيم. تمام. ده بس شرح سريع، سامحوني. بالنسبة بقى لموضوع السرعة، يعني في ناس تلعب كلاسيك ووضعها تمام وزي الفل والحسية زي الفل والايم تمام، بس تيجي بالمترو الوضع مختلف، الايم مختلف، ثبات الايم مختلف. موضوع السرعة اهم شيء مختلفة، لان في اعدادات زيادة بالمترو مش موجودة بالكلاسيك، لازم تضبطها. تمام. كيف تقوي السرعة بتاعتك؟ عندك هنا الموهبة، اهم شيء للسرعة اهم شيء، وفي نقطة فنية دي عندي انا ما بقدرش استغنى عنها، اقولها لكم يعني. تمام. اهم شيء عندك قدرة التحمل، دي انت لما بتشيل عتاد كتير بتصير السرعة بتاعتك ابطأ، دي لازم تخليها 8، يبقى انت معاك عتاد، ما معاك عتاد انت يعني سلس في الحركة وسريع. تمام. هيكون اللاعب بتاعك مرن يعني. تاني شيء زيادة الحركة عند الركض، دي تخليها 8، يبقى عندك الاتنين دول زائد الحساسية بتاعتك، الاتنين دول زائد الحساسية بتاعتك، انت الاتنين دول اعلى شيء ولسه اللاعب بتاعك بطيء، يبقى عندك مشكلة في الحساسية. تمام. الحاجة الفنية اللي عندي بقى انا ما بستغناش عنها، العدسه اللي هي السرعه اللازمه لتكبير بالمنظار. تمام. دي انا يعني انا ببيك، بفتح سكوب واسكر، بفتح سكوب باي مسكر. انا بلعب ناس يعني انا بلعب 40 فريم، معظم اللعيب اللي انا بواجهها 90 فريم لفوق، وفي ناس 120 فريم يعني. انا معظم موتاتي بموت بكفر، بس برجع كفر بنزل نوك فينيش. تمام. فاذا ما بيكت انت وشلته بيشيلك، ما بتلحقش. ف
فانا موضوع يعني فتح السكوب سريع يعني اللحظه دي بتفرق معايا، يا بنزل اللعبه يا بينزلني. تمام، العدسه دي انا ما بعرف العب بيها غير على سرعه 8، بيبقى يعني انت لو ايمك حلو بتركز على موضوع الايم هتفرق معاك بشكل كبير. تمام، يبقى عندك قدره التحمل، عندك الركض بدون يعني بدون شيء، تارك سلاح ومو ماسك شيء. تمام، بس عندك دول والحساسيه بتصير اقوى، دي بقى اللي هي فتح السكوب والايم يعني. تمام، بس بقى الشغلات عاديه دي، الشنطه ما بعرف شو، السلاح الام جي الرشاش، كل حاجه ايه انت عايز تقوي فيها بتزيد النقاط، شوف الاسلحه انت نازل بيها وبتزيد النقاط تبعها. تمام، بالنسبه لدول. طيب موضوع الحساسيه بقى، انا بقالي فتره كل شويه انا بعدل في حساسيتي، انا يعني في شويه انا بلعب 40 فريم، فانا ايمي اسطوري، انا ايمي اسطوري، ما بفتخر بنفسي بس هو افضل شيء عندي ايمي. تمام، يعني انا لاعب 90 فريم 120 فريم، لو على مسافه 70% انا بنزله، 70% انا بنزله، مع ان هو ليه الافضليه. تمام، بس بالمواجهات القريبه هو ليه الافضليه، يعني انا بحاول ادمج اللاعب وهو ما شاء الله عنه يعني ايمه كله هيد شوت، يعني 6 طلقات بينزلني. تمام، ففرق كبير يعني، هو فرق الفريمات بس، يعني الفريم بيخلي البنج عنده تلاقي طلق اسرع، سبحان الله، يعني انت بتدمجه الاول وبينزلك ازاي ما بتعرفش. تمام، كمان موضوع الكفر، بترجع بكفر بينزلك برضه، بياكل 3/4 دمجك وانت بالكفر. تمام، فبيبقى الموضوع صعب، دي مشكلة فريمات بقى، انت يعني صارت معاك عادي، ما لا تشك في نفسك، لا يجيك احباط، ده موضوع فريمات بس، انت حاول تطور الوضع المتاح لك حاليا. انا 40 فريم، يعني تليفون يدعم 60 فريم وبخليه على 40 عشان يكون سلس معي اكتر، وبحاول اطور نفسي على 40 فريم في الوقت الحالي يعني. تمام، فموضوع الحساسية انا كل فترة بحاول اعدل بحساسيتي، بحاول اطور من نفسي يعني، المواجهات القريبة عندي فيها مشكلة بحاول اطورها، الايم ما ظبط معي بحاول اعدل فيه شوية كمان. فانا يعني ظبطت لكم كام حساسية، حوالي 3 أو 4 حساسيات اسطورية، بس كلها جيروسكوب للأسف، اللي ما 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 ما, ما بيلعب جيروسكوب اعتقد ما راح تفيده. تمام، الحساسية دي قوية جدا اسطورية على 40 فريم و60 فريم، اذا اقل من 40 فريم انا ما جربتها صراحه، انت تقدر تجربها وتشوف اكيد راح تظبط معك يعني، ما ظبطت قوي يعني، في شغلات فيها مو ظابطه، ممكن تحاول تعدل عليها وتشوفها راح تناسب معك او لا. تمام، اخر الفيديو هعرض لكم الحساسيه بدون كود طبعا، عشان انا هضطر بس انزل كود واحد، فما في داعي، فبنزل لكم الحساسيات كامله ورا بعض، انت تقدر تسجل الارقام تبع الحساسيه وفيك تجرب تعدل عليها. انا الحساسيه مركز على شغلتين اتنين، سرعه اللعب بالمترو والايم اسطوري على كل السكوبات. تمام، كمان الحساسيه نفسها انا مجربها تدريب، مجربها بالمستودع، مجربها بالكلاسيك، ومجربها بالمترو، بس تركيزي طبعا على المترو. تمام، الحساسيه اسطوريه بشكل خرافي، راح تناسبك واحده او اتنين فيهم على الاقل، ولو في شيء في خلل معاك انت تقدر تعدل فيه. تمام، واي شيء برضو عايزين تستفسروا عنه، الناس برضو الجديدة معانا بالمترو، انا ما عنديش مشكلة لو في حاجة منزلها اعيد ونزلها مرة تانية. انا القناة عندي ما بتربح منها يا شباب، ما بتربح منها، هي القناة بس انا بحبكم وبحب العب معاكم وقت ما يكون عندي مجال، بفتح بس انا بكون مبسوط اكتر منكم على فكرة. وموضوع بس ان انا بتشارك معكم يعني، انا حبيت الموضوع ده، انا بداية القناة انا فتحت قناة عشان اوزع الود بس في بداية القناة، بس مع الوقت عجبني الوضع. تمام، ناس كتير شاركت معي حبيتها، في ناس انا من اول الناس اللي شاركت معي بالقناة، متذكر اسمائهم لغاية دلوقتي وما بنساهم طبعا، انا بحب العشرة والناس اللي انا بعرفها اتعودت عليها بحبها ما بقدرش استغنى عنها يعني. تمام، وحاجة تانية، الناس اللي بتبعت لي مسجات كتير تعالى العب ما بعرف شو، انت متكبر، انت مش عارف ايه، انت مش عارف ايه، يا شباب انا بقالي 3 أيام مش عارف العب جيم مترو، بس بدخل اعدل على الحساسية شوية واطلع، ادخل مخزن اجرب شوية فيها وبطلع،
ما عنديش مجال، فهمته؟ وبعدين في ناس كتير بتبعت لي، انا احيانا بيكون غصب عني ما عندي طاقة يعني ارد على كل الناس، ما عندي طاقة. وبعدين في ناس انا برد عليها مرة اتنين بتضل تبعت. طب والله يعني انا في واحد قلت له ارجوك خلاص كفاية لا تبعت ارجوك، يعني نلعب مع بعض حاضر، بس وقت افتح بس بنلعب سوا، يعني انا الشباب اللي معايا من زمان وقت ما بفتح بس بنلعب، بغير البث انا بكون يعني عندي يعني محتاج مساحة حرية، بس بدخل العب جيم كلاسيك، دخلت مع صديق ليا، دخلت بشوف شغلة، دخلت بفتح صناديق مش عارف ايه. فمش كل ما ادخل لازم تبعت لي دعوة انا بل والعب معك، ما عملت كده بقى انا متكبر، لا انت ترك لي مساحة شخصية يعني. وبعدين في رسائل كتير ما بيجي لي لها اشعارات، يعني في ناس انا ما برد عليها، والله انا ما عم اتجاهل حد تمام، بس انا ما عم شوف الاشعارات، وفي احيانا الناس بشوف بس ما عندي طاقة ارد على كل الناس. فهو الموضوع كلكم حبايب قلبي وكلكم على راسي وكلكم اخوان تمام. الموضوع بالنسبة لي اذا ما رديت لحد مو موضوع شخصي، ولا ان الشخص مزعج ولا ان شيء، بس اني انا مش وقته بالنسبة لي، ما عندي طاقة، ما شفت رسالتك ممكن، بدخل بعمل شغلة وبطلع، ما راح العب حاليا، بس يعني في حاجات كتير فهمتوا. لكن وقت بفتح بس انا كتير ناس ببعت لها وانا فتح بس بترفض، بضل ابعت لها بترفض، ناس تانية بتبعت لي بقى بل وقت افتح بس متاح للجميع، يعني حتى اللي بيرفض انا ما بزعل منه عادي، ما مشغول. فانتوا نفس الشيء، انا رفضت مشغول بس، يعني الموضوع يعني اللي انا بعمله لو غيري بيعمله ما بزعلش منه، ده كل واحد ليه مساحة خاصة يعني. واتمنى ما تزعلوا مني بشي، واللي عنده اي ملاحظة زعلان مني بشي في اي شغلة مهما كانت ايه اكتب لي بالتعليق، انا بشوف التعليقات وبهتم بيها، ولو في حد مضايقه حاجة انا بحب اشوفه شو وضعه تمام، يعني ما بيهونش عليا يعني. وبس، واخر الفيديو ان شاء الله هتلاقوا الحسيات، جربوها واكتبوا لي برضو يعني اي حسية ظبطت معكم، يعني لو في حاجة فيها تعديل تاني انا اشتغل عليها. اول حساسية اللي انا بلعب بيها حاليا تمام، وكمان موضح لكم فيها تخصيص الاي كي ام، ثبات اسطوري كمان على سكوب 6 بالمترو، نفس ثبات الام كي وتخصيص الام كي كمان. بالنسبة للناس الجديدة معانا بالقناة أو على الفيديو، الشباب لا تأثروا بالاشتراكات، عايزين نزيد العدد شوية، عايز حبايب قلب وإخواني يزيد شوية تمام. والناس اللي عندي بالقناة على راسي والله، لايكاتكم الجميلة، عايزين نرفع الفيديوهات كده، يعني كل فيديو أنزله عليه عدد لايكات كويس يحمس، كل ما بتزيد المشاهدات بتزيد اللايكات، بس الفيديوهات عندي بتنتشر، وكل ما بحس إن في دعم زيادة أنا نفسي بيكون عندي حافز، عرفتوا كده؟ لكن لما بتكون مشاهدات قليلة ضعيفة ما بعرف شو أنا بقى يعني، بس بيصير عندي إحباط بمن ما بنزل يعني، فكل ما بيكون في دعم بجدد بالقناة يعني. وحبايب قلبي إن شاء الله أشوفكم في أقرب بث على خير.